وللمزيد من التفصيل والتوضيح ينضم إلينا عبر الهاتف الشيخ إبراهيم سالم، شيخ مشايخ جنوب سيناء. شيخ إبراهيم، أهلا بحضرتك معنا على شاشة إكسترا نيوز، منورنا. أهلا بك وأهلا بالأخوة المشاهدين. شيخ إبراهيم، نتحدث عن تنمية سيناء والتنسيق بين القبائل السيناوية والقوات المسلحة والدولة المصرية في دحر الإرهاب، تفضل شيخ إبراهيم. الله، أولا الله يمسيكم بكل خير. الله يبارك لك، تفضل. أنا سعيد أني بتحدث من هذه الفضائية اللي هي بتبث بالتو واللحظة. شكرا جزيلا فندم. أولا أن قبائل سيناء بأكملها اللي هي شبه جزيرة سيناء تعاون تام مش من هذا الوقت مع القوات المسلحة، ولكن رجع العجل وراء من قبل 48 و56 و67 والاستنزاف ونصر أكتوبر العظيم اللي رفع رأس مصر أفاق عالي. نعم. الحرب الأخيرة، الحرب على الإرهاب، إحنا محافظتين، محافظة شمال سيناء محافظة جنوب سيناء، ده لها محافظ للإقليم وده لها محافظ للإقليم، محافظ شمال سيناء اللواء شوشة، محافظ جنوب سيناء لواء خالد فودة، واللواء خالد فودة من أنشط المحافظين اللي شفناهم على مر المحافظة. نعم. الالتحام بين القبائل والقوات المسلحة ما يعني في الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله. نعم. الوضع الأمني عندك النهاردة في محافظة جنوب سيناء شيخ إبراهيم، هل الأوضاع الأمنية اختلفت عن السابق؟ لا، الوضع الأمني الحمد لله احنا بنبيع أمن وأمان. عندنا رجال الشرطة المصرية يعني من أكفأ رجالات الشرطة في محافظة جنوب سيناء. عندك يعني احنا محافظة الأمن والأمان والاستقرار والحمد لله. نعم. يعني الجسم تلقاش أي محضر، محاضر بسيطة جدا جدا جدا. نعم. طيب الدولة المصرية شيخ إبراهيم يعني طبعا وضعت أهل سيناء على قمة الأولوية في استراتيجيات التنمية أو في التنمية بوجه عام طبعا، وفي مجالات كتير للتنمية حدثت في سيناء بوجه عام، ولكن هنتكلم عن أهم المشروعات في وجهة نظرك اللي اتنفذت على أرض الواقع في محافظة جنوب سيناء. أهم حاجة، أي أهم شيء، أن الربط الدولي اللي تم بين محافظة جنوب سيناء وعواصم المحافظات الثانية، الطرق، وإحنا ماشيين يعني أنا بكلم سعادتك وإحنا ماشيين على طريق الدولي، طريق النفق. نعم. طابة مرا برأس سدر ثم أبو تنيمة ثم أبو رديس ثم مدينة طور سيناء اللي هي العاصمة ثم شرم الشيخ ثم دهب ثم نويبع ثم طابة إلى آخر الحدود. ده طريق دولي. يعني يمكن تفضل شيخ إبراهيم. شبكة الكهرباء اللي موجودة الحمد لله، وإحنا طالبنا يعني جميع القرى والتجمعات البدوية في الوجان تتربط مع الشبكة العمومية، جزء اتربط وإن شاء الله مجمع ربط باقي تجمعات البدوية في الشبكة العامة، ده شيء عظيم. عندك سهل القاع، سهل ممتد 60 كيلو حيبقى كله مزارع تتوزع سواء للشركات سواء للشباب. الريف المصري، ميناء الطور، ميناء الصيد اللي عايزه تطوير، انما الميناء اللي سياده الرئيس تتكلم عنه وهو ربط ميناء طور سيناء بمحور قناه السويس، ده هتبقى شيء عظيم بربط التجاره مش المحليه، لا التجاره العالميه.
وده هيوفر فرص عمل طبعا اكيد لابناء جنوب سيناء. فرص عمل، وانا والله بأناشد جميع المسؤولين المختصين بتشغيل الشباب. انا عايز الشباب عندي، ما اقولش عليه شاب عاطل ولا شاب بتاع، يا ريت. انا عندي شركات بترول وشركات تعدين ومصالح حكوميه والاداره المحليه وشركات المايه وشركات الكهرباء. يا ريت نظره لابناء وشباب محافظة جنوب سيناء نتعين. ان شاء الله. طبعا هي الدوله دائما بتسعى لتوفير فرص عمل جديده للشباب بانشاء المصانع والمشروعات الجاذبه لليد العامله وكثيفه العماله. انا بشكر حضرتك الشكر الجزيل الشيخ ابراهيم سالم شيخ مشايخ جنوب سيناء.